نعم لكنه النظم الآن جاي تتحرك باتجاه القرار الواحد، القرار الصارم، القرار الرئاسي. شوف بوتين ما استطاع أن ينهض بروسيا إلا من خلال أن يكون عنده قرار، أن يكون عنده قدرة على اتخاذ القرار. واستطاع، روسيا كانت يعني مخجلة، يعني يلسن كان يقول أن الجيش الروسي كان يستلم راتبه من أمريكا، كان يضحكون عليهم وهكذا. واستطاع أن يعني يرجع هيبة روسيا الآن. الآن بوتين بطريقة، لأنه هذا عنده سلطة القرار. احنا يعني أردوغان نفس الشيء، إيران الآن جاي بنفس، الصين نفس الشيء، مصر الآن رغم كل هذا الاعتراض اللي أنا معترض عليه على التغيير، لكنه أحس أنه أكو حالة من الرسوخ، أكو قدرة على اتخاذ القرارات يعني. نعم فبالتالي إحنا أمام تغيير يجب أن يكون، عملية الانقلاب راح نرجع لنفس الدوامة، وما ممكن بأي شكل من الأشكال أقول لك يا أستاذ محمد أن ينجح أي انقلاب، لأنه أنت جاي تتكلم على دولة حزبية. شنو معنى الدولة الحزبية؟ يعني الدولة وزعت، الدولة وزعوها مناصب حزبية، المدير العام حتى الفراش وصلت له هاي المحاصصة. مراعاة المكونات، الكل جاي خليني من بغداد أفكر للفصل. أتواصل معك بالتفكير سيد كريم. يعني أنت الآن نعم. تدعو إلى تغيير النظام من برلماني نعم. إلى نظام جمهوري. طيب رئاسي. هنا كتبنا على الورق الذين سيرشحون، الذين يملكون المال، صاحب القدح المعلى، صاحب السلاح، من يتحكم بالمشهد، هي نفس الأحزاب ذاتها. لا يعني اكو بدلنا مشكلة، حمد اكو محمود. امكانية. شوف انا اقول لك استاذ نجم، اعطيك مثال كلش بسيط. آه. الانتخابات السابقة ايش قد شارك بيها من الشعب العراقي؟ 17%. 20% 10 اللي هم المتحزبين، يعني هو جمهور الحزبي 10، و10% الناس اللي مندفعة عاطفيا وكذا، 80% مقاطعين. يعني شنو؟ يعني 80% من الشعب العراقي هو الذي يمثل القاعدة والتي بإمكانها التغيير. هذه 80% خلينا نشتغل عليها احنا الآن. هذه انت من توصل رسالة للناس. ما نريد هسه النظام الرئاسي، النظام الرئاسي يجي بقوة وبشجاعة وبإمكانية على التغيير. الأمريكان وضعوا لنا دستور ملغوم ما تقدر تتحرك خطوة به، لذلك عملية التغيير نادلها الشعب ينزل الشارع مثل المصري. الشعب المصري يقعد سحبته الدبابات والخيول والجمال والقناصة، ما إلا التغيير، وأطاحوا بفرعون مصر مبارك وأطاحوا بالدستور الوراثي والتوريثي. خلاص. يا فإذا أستاذ احنا نستطيع، نستطيع، نعم، يعني أنت نستطيع التغيير. هسا احنا مرات احنا في بعض الأحيان نحتاج نعم. إلى حتى إلى التوصيف. يعني أنت قبل قليل قلت احنا ما نريد نطلع من نظام ديكتاتوري لنعود إلى نظام ديكتاتوري، بمعنى ذاك نعم. النظام كان إلى توصيف، لكن أنا هذا النظام شو وصفه؟ البارحة لا كان هذا ما البارحة وصفه كان مع بالله. البارحة كان مع المحتل، يمول من المحتل، يجتمع مع المحتل، جاء مع المحتل، واليوم يسولف ضد المحتل. انا ما كنت عندك توصيف استاذ كريم. لا شوف، وهذا مهم، مهم الخلط بهاي الطريقه صعب. هيك ما تقدر تقول التيار الصدري جاء مع المحتل، لا لا ولا هت... تستطيع ان تقول الاحزاب الكرديه جاءت مع المحتل، ولا بعض الاحزاب اللي موجوده الكثيره. نعم بعض القيادات اللي اجبرتها الظروف برا، فهسه هذا ظروف شو تسوي يعني. لكنه هذا النفس اللوامه والنفس اللي ما موجوده، النفس السارقه، واللي الناس اللي شفناها القيادات اذا تقعد تسمعها انت تذوب من الحكمه والدين اللي بصوته. يعني راح صار خرده. فلذلك احنا جايين نقول هذول اللي موجودين، الناس اللي موجوده اللي يجب ان تنضج عندها فكره الاختيار. يا اخي مرات واحد هم لحظه سفا يتوب، اذا كان فمن اضطر غير باغ في مرحله من المراحل. فمن اضطر دكتور نجم، مو أيه؟ انه قاعد على لجنه اقتصاديه ويصرخ ويبكي كرشه. هذا اللي انا، هذا اللي اريد اوصل له. هم الانسان من توبه زين ما تبتوا هاي السنين كلها. اذا فاقد الشيء انا هم ما متفقون مع فاقد الاحتلال، هم متفقون مع الاحتلال على تدمير الشعب، وما تسمعه من شعارات كاذبه.